السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وصفة جديدة ونهار جديد. اليوم غادي نديرو البريوات ديال الحوت. كيف كتشوفوا هنايا عندنا شوية القمرون، درت شوية ديال الكالامار، نحتاجو شوية ديال الربيع، عندنا صويا ولا صوجا كما كيقولوا الأكثرية ديال الناس، عندنا العطرية كنحتاجو فيها شوية ديال سكينجبير، الملحة، تحميرة، الخرقوم، وشوية ديال السودانية. هنايا كنحتاجو شوية ديال جوج دريسات ولا ثلاثة ديال الثوم، شوية ديال الكوزة اللي غنحكوها إن شاء الله، عندنا الزيتون مقطع ودايرة معاه شوية ديال الحامض مصير. الحامض اللي غادي نستعملوه شويه، كتعرفوا الحوت دائما تيتخصو الحامض. عندنا فيرميسيل دو شين اللي غادي نديرو، ديال درت انايا ديال الروز باش كتبقى زوينه، كتجي في مزيانه في البريوات. وبالطبع شويه ديال الهريسه على حسب الذوق ديال كل واحد. والورقه غادي نوريها لكم حتى هيايا. اللي دابا غادي نديرو واحد معلقة ديال الزبدة اللي غادي نديروها تذوب شوية، هو فاش غادي ان شاء الله غادي نشحرو فيها هاد الكريفيت. خليوش تذوب الزبده كلها، ما نخليوهاش باش تذوب الزبده كلها باش ما تحرقش لينا. غادي نديرو كالامار الكريفيت بجوج، نخليوها شويه حتى كيشرب ديك الزبده. من بعد ما خليتها شويه الزبده حتى تنسجمت مع سميتو، دابا زدنا العطريه كلها، نديرو الثومه، شويه ديال الهريسه، نحكو شويه ديال الكوزه، نكترو شويه مع دابا رمضان، نحركوهم هاد الطريقه. هادي راه كتخلي ليكم البريوات ولا في البسطيله كيجيو زوينين. انا راه فايته دايره البسطيله ديال الحوت بسيطلات صغيورين، راه يمكن لكم تدخلوا القناة وتشوفوهم، كيجيو بواحد البنة، كتعطي واحد البنة زويونة. نخليوهم بحال هكا، كاين حتى كيطيب واحد شوية، راه كتعرفوا بأن الحوت دغيا دغيا كيطيب الأكثرية الكريفيت. أنا ما سلقتوش باش كيبقى المنافع ديالو فيه. نخليه بحال هكا كينا، دايما مع التحريك غير شويه، ماشي تحركوا بزاف باش ما يتهرش لكم الحوت. الطريقه ديال سيدنا موسى هي كتعطي واحد النسمه. من بعد ما طابت لينا ونشفات من داك الماء ديال الكريفيت، غادي نزيد واحد شويه ديال الصويا، كيعطي واحد النسمه زوينه حتى هي.
صافي. وغادي نخليوه على جانب حتى يبرد باش نقدروا نعمروا به البريوات ديالنا. وبقاو معنا حتى تتمه ديال الوصفه. بعد ما خلينا الحوت كيبرد على جانب، دابا غادي ناخذ الورقه غادي نحاول نديرها بحال هكا كاينه، نحيدوا ليها هاد الجناب ديالها اللي ناشفين، حيت هاد الجناب هادو كي غير غادي يخسروا لينا الطويان ديال البريوات. ودابا غادي نحاول نقطع على جوج، تقدروا ديروا دوك البريوات الصغار اللي شريتوهم، انا كنفضل هاد الكبيره كتجيني مزيانه وسهله. باش كنربحوا الوقت كان انتما كيجيو. دابا غادي نحاولوا غادي نقطعوهم باش حيت بريوات كبار معمرين ديال الحوت كيكونوا كبار ماشي بحال ديال اللوز. غادي نديروهم دائما نغطيو فاش كنكونوا نستعملوا كنخدموا بالورقه، لا بدا غادي نغطيوها بالميكا باش كتبقى رطبه ما غاديش تنشف لينا. نبقى نعاود نرجع معكم في الطي على ما يبرد لينا الحوت. من بعد ما خلينا حتى برد لينا الكريفات الحوت ديالنا وفيرميسيل، راه كنا كما قلت لكم سلقتناها حتى هيايا وخليناها تبرد باش ما تقطعش لينا الورقه فاش نكونوا غادي نعمروا. بسم الله ناخذوا واحد الطبصيل ولا اي حاجه نديروا الفيرميسيل نلوحو نديرو الزيتون، نديرو غير واحد شويه ديال الربيع ماشي كلو باش ما يجيش خطر. غندير واحد المعلقه ديال التحميره باش ما تجيناش بيضه، غادي نحاول باش نجمع بيديا باش تجمع ليا. بعد ما خلطنا المقادير كلها دابا غادي نبداو نصوبو نجبدو الورقه كما قلت لكم دائما الواحد يخليها في البلاستيكه. بسم الله دائما نديروها بعيده شويه على الاول هنايا باش كنحاولوا نجمعوها نديروها
من هنا بحال هكا كاينه باش كتحاول تجمع لينا. انا كندير معاها شويه ديال الفرماج، نجمعها بحال هكذا. حنا كنديرو وانا كنجمعها كنكونو دايرين واحد شويه ديال الدقيق باش ما تلصق لينا. ندير وحده اخرى، الفرماج فاش كيدوب كيعطيها واحد النسمه، واحد التعليكه كتجي زوينه ما كتجيوش ناشفين، راه ساهلين. كنتمنى انكم غادي تجربوها وغادي تعجبكم وغتبقاو دائما غادي تتبعوا. شي طويه كي كتجي كيجيو عامرين. غادي نديرو البريوات ديالنا يتقلاو، نخليهم حتى يشدو مزيان عاد نقلبوهم. بعد ما التقديم الاخير ديالنا هو هذا، من بعد ما قليناهم ووجدناهم كيف كتشوفوا زيناهم لي كروفيت حتى هما قليتهم، واو شويه ديال الحامض حتى حيت لا بدا كي الانسان اللي بغى يعصر عليهم حامض ولا شي حاجه. كنتمنى انكم غادي تجربوا هذه الوصفه ديال البريوات بلي فروي دماغ والى وصفه اخرى ان شاء الله. وكنتمنى انكم تدعموني وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب وباللايكات والتعاليق ديالكم الزوينين. وكنتمنى لكم رمضان كريم بالصحه والسلامه وبالتوفيق ان شاء الله والايمان القوي. ها نتوما كي كتشوفوا ها هما كي كيجيو كروستيون مع القليان كي كتسمعوا. بسم الله نتوما عامرين مع الفخوماج كي كيجيبهم حتى هما يا زوينين. ونتمنى انكم غادي تجربوهم والى وصفه اخرى ان شاء الله مع الدعم ديالكم. وشكرا والى وصفه اخرى ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من قناه طبخ ام ادم.